الواحد بيحمد ربنا على ان ربنا كرمه باهم نعمه في الدنيا، ان انت والدك يبقى حد بيدعم الاحلام اللي انت بتحلمها. فانا والدي كان مدرب العاب قوه في مشروع قومي للناشئين، وعلمنا كلنا في بداياتنا ان احنا الرياضه اهم شيء في الدنيا. سعد ابتدى العاب قوه، بعد كده انا ابتديت العاب قوه، مصطفى اخويا ابتدى العاب قوه وبعد كده لعب ملاكمه وكان بطل مصر في الملاكمه، محمد خد فتره صغيره في العاب القوه بعد كده ابتدى دخل على الكوره على طول. ابتديت العب بقى من الزمالك 9 سنين، لعبت من 2006 2007 لحد 2015. في موقف من المواقف وانا في الزمالك في بدايات تسجيلي في الزمالك، انا اول سنه انا اللاعب الوحيد اللي ما كنتش سجلت في المجموعه اللي احنا كنا رايحين في الوقت ده، كنت هروح الاهلي، بس انا ساعتها كان اختياري ان انا للزمالك علشان خاطر كان المدرب حبيته جدا، كان كابتن عمر ابراهيم، ده الناس اللي هي حببتني في نادي الزمالك اصلا، مع العلم ان احنا كلنا كنا اهلاويه والعيله كلها اهلاويه، بس حبيت ان انا متواجد معاه، ومن هنا حبيت نادي الزمالك اكتر عن طريق كابتن عمر. بعد كده ابتديت بقى وانا في الجامعه بلعب كوره مع العاب القوه، لعبت وانا بلعب كوره مع العاب القوه، لعبت في نادي الاعلاميين كانت بدايتي، فضلت العب مع في النادي الاعلاميين سنه ونص، وبعد كده لعبت في منتخب الكليه. انا في الجامعه قعدت فتره انا المدرب بتاع الفرقه وانا كابتن الفرقه كلاعب، بعد كده لعبت في نادي بنها، قعدت سنتين في نادي بنها، كنت في فترات بقى رحت خدت فتره معايشه في النادي الاهلي كوره، وانا كنت العاب قوه ساعتها لسه في الزمالك، كان مع كابتن فتحي مبروك، قعدت حوالي شهرين ونص، كان قبل ما النشاط يتوقف بتاع الكوره. كان في مواقف طريفه كتير مع الناس اللي احنا غطسناهم، يعني اغلبيتها كانت مع لعيبه الكوره، يعني معظمهم يعني ان هم بيبقوا خايفين من الميه كتير. يعني كان جالي قبل كده عادل مجدي كامل، رمضان صبحي جه غطس معانا قبل كده، حسام باولو اخويا وحبيبي برضو كان موجود هنا معايا في شرم قبل كده، اخر حد يعني بعد سوء مده يعني فتره كبيره يعني ان هو يجي كان سعد اخويا، ان هو قرر ان هو يجي هنا، واخر حد غطس معايا. انا دلوقتي بتكلم انجليزي كويس، وخدت كورس انجليزي قبل كده، دلوقتي في الفتره دي باخد كورس روسي، بتعلم روسي دلوقتي عشان طبيعه الشغل اللي هي جايه معايا في شغلي، انا فيها ناس بتتكلم روسي، فانت لازم تطور من نفسك في المجال اللي انت حابه. سعد اخويا يعني انا بحمد ربنا، ربنا كرمني باخ كبير ليا زي سعد اخويا، ساعدني كتير طبعا، اتعلمت منه حاجات كتير، اما ان انت تسعى لحلمك وان انت تحارب لحلمك. لما شويه الواحد حس ان الرياضه مش هتبقى جايه منه في نشاط يعني، او مش هتبقى هي راس ماله في الحياه، فابتديت جيت هنا لشرم وابتديت الشغل في شرم وتعلمت كورسات الغطس. ومن ضمن الاحلام اللي انا كانت عندي هنا اول ما جيت ان انا ابقى غطاس، وربنا كرمني وبقيت غطاس وبقيت مدرب غطس. تاني حلم من احلامي وانا هنا بلعب كوره هنا برده دوري مراكز الشباب والحاجات دي، كنت انا مدرب ولعيب في الفرقه بتاع مراكز الشباب مع كابتن احمد كمال. ابتديت برده جالي حلم ان انا يبقى عندي اكاديميه كوره، لحد ما عملت اكاديميه كوره هنا مع اصدقاء ليا وبتاع، وعندنا اكاديميه كوره بتاعتنا اسمها اكاديميه الدولي. الحلم ان شاء الله اللي جاي اللي بنسعى ان احنا نحققه ان شاء الله ان احنا نفتح شركه غوص، وان احنا يبقى عندنا سنتر غوص، وان شاء الله قريب هنحقق الحلم ده.